ومناسبتها دي أد وناكسن وحين عاو هلكن كوحسينا حلا أو أستيسان أو كوحستان لبا صحفي أرو عطايا شكري حرير يا صفية علي يوسف إلهي مركا وقوري صلى الله عليه وسلم نحرست إلهي نحرست جنان أنا حكور عبي وبد كاي خطة يعني إلهي قار خير خباه كي يرو سيد الشرف طولة فعين من دات شرف لي أن إلهي أكدم أن هذا التهاد الذي هل كان وحكمتها قبل يا كنت تشوف يوم كاس مركا هو يدور لصاحب القاعدة ويقول ويقول لك مركب صاحب القاعدة دوينان ويقول لك تاريخ بقى لك شيء كاين يا نقول لك شو هو وفي عن قف النور وتاريخ دي والدين تي لك شيء كاين يا اي الدنيا ده تاريخ ده هو انا سنة قف على واقع بالمثل المركب على دركتور وحل حصار تاريخها الدنيا ده بنات بجمل الدنيا ده كله اللي هو كله اللي هو التاريخ تاريخ دي انت هذا بدل انك معنى انه لا ما سمس ومدى تاريخ دي دو اي معنى اسمي ويدا تاريخ ما يعرفه وواحد دي دو دم لصا يعني لصا لصا بيه بالمثال روحه او بدل مناسبه دو او بدل الله حسا وحكم ده تاريخ دي اللي تشريي دكتاتور تركيا الدنيا دو هو هنا سيدي الدنيا دا قبسه هتلر لو رد شريي الدجال كل ما دي الدنيا دي السبابي هون يا سجال بقول يا تطبي يا صدقي سجال يا صدقي يا راي الشم يا فرتك يا سعودي أو ترى ضد دور يا كنت مليون أو قفي أي كل نتام أو قاردة هاي يوروبا لا يا أمريكا لا يا أفريقيا سو قاعدين أي أو بدل أو الحصا دولة دولة بوا حصا ما لنت هتلر تشبيه مثلا بقرتوا ده إنجليز كوادس كي تاريخها حتى مستعمرة ده الدنيا ده الحياة مرك الله حس عيون، سلانتي بقرات هيدا برجع لو تبخت ذي، وذي جد إنك كيدي، تدك تقال خلابات يعدوك كقريب قلي بآخر، ما أنت تبلت قال الله سمين عيون، بقرات ما أكفر ليهم، بطل يكو كتر سنة باقي جد أيو 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 الله ساق تبلت قال الله سامرا، أيق وحمة سلامان أيق الله سلاما، مرك واحد نو بهن هاي إنه هذا كان تاريخ دحوجنا راديو هرجيسا تي في هرجيسا وماشى إنه يالان عتق ومط وكبحه وماشى كيد كوجب دني يالو هديم كمان طلاب هذا هتعدى أيوه وريه وجوه ريه راديو هرجيسا كارل بي بي سي دكارل ماشى كل عتق يسلكه اللي يوريه راديو هرجيسا شكر حرير يوسف يا علي يوسف هدي ما تعود كودي لا بعده وماشي كل هوي قريه هذا ما يعلو قاعد يبغى يسوي يلا بركا وماشى الله ربه هنا إنه كه الله تاريخ ده وما دوسي ده قلنا تخي ورياش وحنلان هاي وين بدت كرول مورال كإما كإنتي إنه نو لداد يرلي عدة هيك سنة سنة وين النقطة شكر يو يوسف يا كله يا عبد الله متكاها أنا أقول لك أن هذا المكان كان شقيني بإنتاج ويودين. لأن هذا المكان هو حساب لها أنه حساب لها يجي ذلك المركز اللي صار قال يا كهر يا هلقن كي قولي يا محنكو هذا تاريخ تقولها أنك أنا أبارك أن نقولها وأنا تاكل يد تاريخ ده دائما محكاس من واجب بي أي نقطة هاي والله بقى فوق قيمة له وحن أمرين يا مع الأوليغة دي أبتغي هدي مكالوية إنان ملا لسوه اللي كان بنادم بدو بنادم عادي هم مربو أديك مربى إسلام تسوق كذا حنا تشنا سا إسلام تمربو أديك دوك كذا حنا تشنا مربى عروتة دوك كذا حنا تشنا سا إنه قف مربك خاركود حيلا خاركود كحنا بن نولش عن بني آدم من نمد الله سام مرة يابا يطعن وحنو ملين الشكر ملا اللي هي اللي مايو مرة فر بدو نوع أي حنا أحسن تاي إنان نولش هذا كتشن صفيه واحد كمان آد فرفراني أنا أو فرحانة ده أو لا نقن دادلة أو ميد برشلة يعني الله بده بمرك هذا نكرتان والله بقف والله هاد ليدرشيب كابابيلتس نور ليدرشيب تدخل لجوه الجامعة
تذكرنا لكل رقم أي الحين وحنا بها إن مركا وتي سفي الحين وين وصير كنا حنا قبل نقاضي مركا أبوها رسالة أروح عند دين قبل نقاضي لبعض قفينا تاريخ ده دور رسالة قرده موسى جنا عن إذن حرير يوم وأنا تيم كموسى جنا نيلا حتى على فرايا ما مرنا والله كاري نيلا ده هي مش ويلسون فرنش عد ما هنا وشبهت أسر ما هو سهل كمي أبينا ما شاء الله من هذا كابد عمر كتوب ربي أفرت كي مرك تلان بدي بقصة ده إنجليز كم حي سيدي سلمان عمر كتوب أبيه وهاك كنت قعلمان أيوة أبينا ها وانو نسوق بين غير سمال اللاندي هاي نن السوق ما بحان كنا هاي إنه أبيه كم كنت قعلمان ويهاي نن السوق بس المعمر كتوبيني ولا ليهين مرك واحد سمعنا إنه صفيا علي يوسف يا شكر حرير وإن موسى قبل ما تاريخ ديت قدوميها وجه ياسمين أحمد يقود ديت صحفيين تاع يا حبلها كلام وياشا أي نسوي خدودي تاريخ دودي خد بده خودي أي نوضع أورورنا نايو قيب بين الدون نا إنا نوقسم إنه موسى شهد والله خلايا لنا يا أورورين تيا إدك عصاية لنا يا أنا وأنا بلان تانو دين سمين النهي مش كل سبب دين كينا يا ترى ده يسوي لنا برنامج كوي دين الله سمينا يا قاب كي يصفى يصيد الله سمينا يا مرجع أنت أسمع إنه سمينا إن هذه شر مرجع الدون إنه قمت بقرنا وحنو بها نحن تذكر قاعد بعد تاريخ ده نعم تاريخ دي أسر أنتي قاعد بعد نعم ضروري ما هاي قف كستور غير سومال لاندي إنه أسر أنتي كم ده حد ضروري ما لكن ضروري وحين إنه قال إنه قف كأو قرادو ليه لأن وجيس قرن أو ذلك نسوا هالجميع هذا وإنه قف كأقوى سيل يا هذا سلامان إنه هاي برايك وتبرو إنه ها محنكور هذا كم عدا رأي إنه ها هبل 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 رج إنه عصا إنه هذا ويا الدنيا ده نوردن تد عنو دبال تجين جيسية دودا تد عنو دبال تجين تاريخ دودا تد عن إلالين تاريخ دودا تد خو مركا قرن نفلة أو معنى لهم ما أي ما أي نقدان مركا عارين تاو إنه كود الشقينر وإنه كود الشقيننا وحنا نوبه هنا هي مركا حبلها تاير تا ururadan haweenka ka kooban ee badayaana haddana wada saxaafada ka wada shaqeeya waxaan u baahanahay shaadiya maalinta hore ee arinta ka hadlayna si fiican uga hadashay waa jacaylahay waliba inay barnaamijyada ka badan sii samaysanayso waxa weeye marka waa inaynu helaa dad wariyayaal oo caan ah oo mesela marka la joogo la yiraahdo إنتي هبلايا برنامج كذا صاكلة بدي أنت عد كذا كهرة من نحر كوحة كهرة ليس كهرة بدي أرجع دي قروح ده كهرة يعني جا وحة قراء اللي يراها روشة أو ترى ها عيسى أي وحة يسوق قبتي إنن يدو نترك سوق ساقع تاعي قروح ده دي وقروح بدن تاعي إن أنتوا على قروح بدن مركز دم قروح دي سيدا بساش سيدا بساش الله دلع إن أنتي دم مكتة يا قروح ده دي الله دلع تبى ده نوع حسوا مري ماشي يا دور لسه يستو نن بروفيسورا ونك هي أقانتن علم كان نيوكليركا هندسة هذا الله خان سخارف ومركز سياسي النقدي الدولة دي شو عجها إسلامياً ولو ذكرنا يا بسامر إنما دي اللي يردها شيخ ده مركز دبوا حكاية إذا أنت ولقد تجيو قروح ذكرنا ميسانية دي كان كرنا ده نسخار فحلو ودي قروح دوم محي
لكن ملاهي أنت كحنت هاي واحد كم ده نولش بناء آدمك إسقابت قوة إسكجمي دواء ونولش بناء آدمك وكم ده واحد كم ده أيام أول يعيشوا مال بلشود الدكتور أي سكو يرقبتين أي بلشدي إسقابتين لقى أنت أبابلا أيه صحافتي لقى شيء أيه الله رنا هالكارير بليه رير بل هالكارير بليه رير بل مرجع ما أنت إنا صحافة ده إنه أنا كا كرتو صحافة ده محيك لو ما أنت إنا كا كرتو yes نولش إني كم تاعي قبيلة نولش إني كم نقطة لكن إنا إنه كنت البان كي قبيلة ده صحافة ده إنه أي تنطور تاسع يعني درع oo dayal meel ka sharaayo la hadii sida la yeeli waayo dunida waa lagu rubmanaya da saxaafada adigu ka sii deyn ya oday qolayska hada shayba noqonaysa saxaafadeenu waa in ay ku tartantaa oo sumcada ku kala yeelataa number 1 inaanay qabyaalada aanay ku shaqeynin saxaafadeenu waa in ay ku tartantaa وحيالها بلشادة حمين عيين أنا كنت أرتب مثلا ترايد فرن بدن بيسوي شيء ديني عيين الله هاي مرتا رامبو ينك الله قد فيصل يتشمهوري يو محان كورا هدي قيس كوان كو عمانا يعني قو مرتا يعني قا استاندر كودي أي كوب العبان إني كوران إني كوران إني كوران دابا دي ديني قالي المركة إني نقون كريان ترايد لقنا كرايو مركة أنا وحان أولا الله هاي واتي ليلي كان كباياجي سلان عربي وكيدي افكو وحو لحو يا مغلق حودك عشرة مركا واحد نوبة عن هاي وانا واحد نكترنا عهد السياسات واحد نكترنا عهد محاكو لهدا يا حسبي السياسات قرر كو لي هاي واحد نكترنا عهد قفل يبدو خيسو والله غاية حسبي دانيو هو نينو كو ربو محاكو لهدا يا وكترنا لكن waxay noo baahanahay inaynu haddana ilaalino iyadoo taasi jiro oo ninka suuufiqay xaq u leeyahay dadka doorashada ku jira haday baarlamaan tahay haday local government tahay haday madaxweyne tahay inka uu rabo uu codkiisa siinayo haddana inayna ku bahdilin saxaafadeena arrimaha doorashada tartankooda dhexdooda haddii dad iska noqdo maxaa ku dhahday xisbi qaawan waa waxaan ku dhahday in badan dadka jecelaysan maysan marka waxaan loo baahanahay saxaafadeena inaynu kor u qaadno saxaafadeena waxaan loo baahanahay inaynu aad iyo aad u macnayno riwaayada hadda soo qoladan aad dhigaysay waxa ka mid ahayd saxuufiga dalka marka imanka markaad ingiriiska meelaha joogo saxaafad waxay ilaahdaan jaraa'idkooda waxay ilaahdaan tabloid newspapers waa tablet waxa weeye waa jaraa'id al-fadaah fadaahad iyo waxa xun iyo waxa saqajaan ka baa qaran waa miskiin iyo qadna waa jaraa'idka qarjajaaska oho marka dibka marka tareen la soo dhacdo ka kugu xiga uu ku eegaya hadii aad sidato kuwan maxaan ku dhahday jaraa'id al-fadaahad xaggan uu kaaga turkaya moogtay waxaana wax ciyaala suuqa wixii ciyaala suuq u sitaayo haduu rabo ku maagayo ka tardeenay dad laakiin dad jaraa'idkii dadka aqoonta leh Guardian-kii iyo Times-kii iyo shaqaalada haddaa sidato madaxu iska ka ruxayaado marka ka turki maayo marka waxay noo baahanahay dareenkaaga siyaasiga adigu journalist baa tahay hadduu ninka siyaasiga qiimaha ka sameyn maayo qiimahaaga waxa sameynaya kaad adigu sameysato marka suxuufi tahay qiimaha aad adigu samaysato ayaa bulshadu ku samaysmaysa aniga hadhow tawa digdigdigdig gudoomiyihii kulmiyaha dhagdhagdhagdhag shuqulkaygii waa dii fulisay taadhow tawan kaa guurayaa mogtay adiguna jareedadaadii waad ku hadhaysaa jareedadaada kula qolo noqonaysa iyadaa kula nooc noqonaysa barnaamijkaaga kula nooc noqonaysa marka waxay noo baahan nahay inaynu korino saxaafadeenna waxaanu baahanahay saxaafadeena labada wad ee ay leedahay inaynu ka saarno qabyaaladana inaynu ka saarno waxaanana inaynu ka saarno saxaafadeena qofka kristlaato who ever he is
barnaamijyadan sidaa u soo bandhigeena aad iyo aad baan ugu baalyeynayna waa inay nolosheenana ka mid noqotaa dad taariikheedkeena inaynu sameyno oo hablahan loo sameeyo hablaha kale la midka ah inaynu sameyno hablan qiimo badan bay ahaayeen hablo sharaf la bay ahaayeen hablo leadership bay ahaayeen hablo taariikh ku soo kordhiya bay ahaayeen waxaan ku dhahday saxaafadda intiina kalena inaa saaso kale ugu shaqeysa maan u baahanahay annagu waan idinla shaqeynaynaa wasaaradda qeyb bay ka tahay oo arrimaha nabadda ka shaqeynaysaan oo wasaaradda shaqadeedi iyo mandateedkeedana nabadda ka mid ah marka inaynu sii kobcino maalinba wax ku darnana waan u baahannahay hablahan iyo maxaan ku dhahday barnaamijkoodi inay imika ururiya muuseega aynu dhigaynaa marka foomka qaabka aynu doonaynaa inaynu u dhignana isagiina waa professional oo time baan waxaan idinka samaynayaa waqti baan idinka samaynayaa oo idinla kulmo لأنه ما لقيه مكون مقيه هاي ويسو مرمري تريا أيامها محن كل حتى أيام ما نعرف يا سو ما شو بس الدواء تبي جن إمك الدواء دمت بكل شيء ما الله حط لي يا دواء ده برنامج كاسو ده سمعنا يا قال ده وش نورنا يا الله كل دواء ده برنامج كاسو ونص شرح يا تسعة سنين يلي دونا فانو بحنا بركاينا نسمعنا برنامج هذا وحتر كعام iyo barnaamijyada aynu sameyno habluhuna waxay u baahanay da inay ismuujiyaan iminka mushkiladii waxa weeye anuu qaar mararna ku dhaha hablaha naan la idinka gadal maayo arrimaha iminka mushkiladu waxay hablihii sabaxaysoo kuwan maana la garaysan maayo habluhii inay dhacaan sababta waxa weeye boqolkii kuntan in ka badan baa codkii leedihi dee inanka aad qabyaaladda ugu codaynayso haddaad qabyaaladda kolleyba ku codaynayso qabyaaladda inanta ugu coday waxay noo baahannahay xaqiiqa rasmiga waxa weeye ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda qaranka waxa ay u baahan tahay qayb muhiima oo aasaasiya ay ka mid tahay oo u baahan naturka siyaasadda ee qaranka wax ka bedeli karta oo qarankuna u baahan yahay inay wax ka bedelato ragu ilaa iyo dhowr sagaal iyo kontonkii lixdan ka bilowday baarlamaankeenii lixdankii ayaa la doortay ilaa iyo maanta iyaga ku jira waxaan ku dhahda ayay waa lixdan sannadood iyo saayid waxa siyaasaddu wax fara badan baa iska bedeli waayey si ay wax isaga bedelaan qaal waxtaada weyn waxaa la dhaylud kareeya yacni waxa waa in la waxa ribtaabaa laydaa in la khafiifiyo soomaa siyaasadda markaa waa in golayaasha hogan soo gala inuu aad iyo aad ugu dadaalo waynu ognahay kootadii dumarka waa socon weyday aad bay u socon weyday xisbiga kulmiya aasaasay xilligii madaxweyne axmed siilaya la aasaasay laba jeer buu golayaasha geeyey labadii jeer waa lasoo diiday xilligan muuse dib bay haddana loo celiyey haweenku arrinkaa lamay safanin haweenku waxaa la rabay inay arrinkaa taageeraan mudaaharaadi ku taageeraan banaanbaxyo ku taageeraan qoraallo ku taageeraan labada midna may sameyn marka xaflad yar qabataan ubaa nuunaalaysaano markaasu baa idhahdaan xuquuqda dumarka iyo xuquuqda dumarka waxay u baahan tahay in lasoo bandhigo laba shay midna maydaan qayb weyn kamaydaan qaadan arrinta kufsiga qayb weyn kamaydaan qaadan qoladan waan ka wada soconaa maanta xitaa waxaan ka shiraynay qoladii looyarada ya hablihii urka looyarada ayaan maanta ka shiraynay looyaradii maxaa ka mid a kufsigii hadda wasaaradda daakhiliga ciidanka boliisku de wasaaradda daakhiliga hor yimaada hoos imaada wasaaradda boliisku aad iyo aad baan ugu ammaanayaa taliyahooda iyo talisyadooda ilaa iyo qeybaha ciidanka boliiska boqolkii 7 iyo 9 boqolkii 8 iyo 9
ayay booliisku ku guuleysteen in ay soo qabtaan nimankii xablaha kufsaday. Booliisku iyo wasaaraddu waxay leeyihiin inay soo qabtaan oo jeelka geeyaan, dabadeedna inay maxkamadeeyaan ninkii halkaa maraayo oo lasoo qabtay oo kiiskiisi dheer yahay oo booliiska geeyey. Ayuunba halkan dambe laga wareynayaayo aabaheed iyo walaalkeed iyo wixiiba inantoodiiba maxaan ku dhahdaayey laga baac mushtarinayaayo meel halkaan oo dambe waxa lagaga soo heshiinaya. Labadii qof waa la isu guuriyo, waa laga heshiiyey dakan iyo kan. Dowladda markaa maxkamadda iyo booliiskeena markay dhahda waa laga heshiinaa, maxaan ku dhahdaayey dee waxa odhani waa hagaag waa laga heshiiyey. Hadda kufsigii u dambeeyey magaaladu ka dhacay kufsi wadareed buu magaalooyinku iminka ka dhaca inaan shani kufsatay toban kufsatay. Marka arrinkaa waxay noo baahan nahay khudbadiisiina madaxweynuhu shalayta uu ku daray, waxay noo baahan nahay inaynu qayb weyn ka qaadanno yaasmiina wicha iyo ururadan kale inaynu barnaamijyo ka samayno qoladii lawyerska ahaydna waan isku afkaranay, dabadeed t v hargeysa iyo radio hargeysa geyno barnaamijka inaynu aada u cuslayno, dabadeedna qaranka laga xaaraantimeeyo inaan la kufsaday inaan suuq mido waxa lagu kala qaadan. Shareecaduna ma ogola, bini'aadminimaduna ma ogola. Waxaan ku soo ururinayaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin yaasmiin iyo qolada ugu jira waa mahadsan yihiin. Arrimahan waan idin kala shaqaynaynaa sanadba markaa waxbaynu kusoo kordhinaynaa. Marka waxaynu baahanay sanadkan baana barnaamijkan ka culus oo dowladduna qayb weyn ka qaadatay oo baarlamaanku qayb weyn ka qaatay oo aynu aad iyo aad u soo culusnaynay inaynu ka dhigno. Ulaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Salaam.